لا أحد هنا للإجابة عن أسئلتنا المتعلقة باستمرار إغلاق المساجد والمراكز الإسلامية في منطقة واشنطن الكبرى، لكننا وجدنا الإجابة على المدخل الرئيسي لمسجد المصطفى الذي يتواصل إغلاقه للشهر الثالث على التوالي. لا ضرر ولا ضرار، يعني هذه المؤسسات اللي توجد اللقاحات ضد هذا الفيروس، فإذا وجد اللقاح وبشكل كامل لكل الشعب الأمريكي فلا مانع من أن تفتح المراكز. قرار تمديد إغلاق دور العبادة جاء في عقاب الدعوة التي وجهها الرئيس دونالد ترامب لحكام الولايات للسماح بفتحها، واصفاً العبادة بالعمل الأساسي في حياة المواطن الأمريكي، الأمر الذي أطلق جدلاً بين التأييد والمعارضة لإعادة الفتح في الظروف الحالية. تقديري أن مراكز العبادة من كنائس ومعابد ومساجد هي مراكز أساسية وتقدم خدمات أساسية لمواطنينا. المساجد ودور العبادة بمنطقة واشنطن كانت قد اتخذت قراراً جماعياً في مجلس ضم أئمة ورؤساء 50 منها، اتفقوا على إبقائها مغلقة والاستمرار في وقف كافة أنشطتها الثقافية والاجتماعية انطلاقاً من قاعدة شرعية يقولون إنها مرجعيتهم في الظروف الحالية. لسنا جاهزين للفتح في الوقت الحاضر واستقبال المصلين أو غيرهم من الناس، وبالنظر للوضع القائم فنحن نقدر أننا لا نزال بعيدين عن مرحلة استئناف نشاطاتنا اليومية. هذا الوضع ينطبق في المرحلة الحالية على كافة دور العبادة من كنائس ومعابد ومساجد في كامل مدن واشنطن الكبرى. في هذا المسجد أو في غيره لن يكون متاحا للمسلمين الأمريكيين القيام بصلواتهم الخمس اليومية أو صلاة الجمعة في نهاية كل أسبوع، وذلك بسبب قرار إدارات المساجد الاستمرار في إغلاقها إلى إشعار آخر، بمعنى آخر أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة تاريخ محدد لمتى عودة الصلوات والنشاطات إلى هذه المساجد أو المراكز الإسلامية في منطقة واشنطن الكبرى بسبب أزمة كورونا. رابح فلالي، الحرة، واشنطن.